السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البيم والبرمجة. هناخد الأول نبذة سريعة كده عن البرمجة وبعد كده نبدأ نتكلم إيه علاقتها بالبيم. طيب إيه هي البرمجة؟ البرمجة إن أنا بدي أوامر للكمبيوتر بقول له يتعامل إزاي مع حدث معين أو تنفيذ سلسلة من الأوامر المطلوبة أو عمل أوامر متكررة. بمعنى إيه؟ أنا بقول له مثلا لو أنت بالماوس ده دوست زر شمال اعمل كذا، لو دوست زر يمين تعمل كذا، لو دوست الكليك البكره اللي في النص دي يبقى هتعمل حدث معين، تمام؟ لو حد داس مثلا حرف كنترول ايه هتعمل حاجه معينه وهكذا. هي دي فكره البرمجه مثلا بسهوله. طيب احنا عندنا البيم ليس برنامج، فما ينفعش ان انا ابرمج البيم، بس ينفع برمج البرامج اللي بتشتغل في البيم. يعني مثلا ممكن اقدر ابرمج حاجه جوه الريفت، جوه الاركيكات، جوه التكله، جوه اي نفس وركس اقدر احط برنامج جواه، تمام؟ مش مطلوب مني انا ابرمج برنامج ينافسهم، انا ممكن ده يعني في المستقبل كده لو همتك عليها، انما مطلوب مني ان انا اكتب حاجه صغيره تفيدني، تمام؟ يعني انت مثلا كنت شغال على برنامج مثلا معين وكان في بعض الحاجات عجبك كويس جدا، ولقيت برنامج تاني افضل، بس لما رحت هناك لقيت في بعض البرامج اللي انت محتاجها مش موجوده، فممكن تعمل الحاجه ديت. ممكن انت عمال تقول ايه، يا لو الشركه للزار الجاي عملت كذا كذا، طب خلاص انت بدون تفهم في البرمجه تقدر تدخل انت وتعمل الحاجه اللي ناقصه ديت. طب ايه الفايده يا عم؟ في ناس دارسه برمجه، لا بس مش دارسين عماره، مش دارسين كهرباء، مش دارسين ميكانيكا، فانا هعمل الحاجه اللي انا محتاجها انا، بدل ما اقعد مع واحد اقعد اشرح له في الاخر يطلع غلط واشرح له يطلع غلط. لذلك مثلا في دكاتره بتدرس برمجه وتعمل حاجات خاصه بيها، بتحليل الدم، تحليل سكر وهكذا، تمام؟ طيب انا شخصيا في حاجات كثيره فادتني في موضوع البرمجه دوت. على سبيل المثال مثلا كان في قطعه ارض كبيره وعايزين نحط اكس واي على كل نقطه في المشروع، فيدويا بتاخد كتير جدا. بالبرمجه ببساطه بنكتب كود، اول ما تدوس كليك يحسب الاكس والواي ويروح حاططها في ثانيه، تمام؟ يعني الوقت اللي بياخده في الحساب ده جزء من الثانيه، فما تحسش بيه. وكان في برضه مشروع كان في وحده كاس كلها بالامريكي، وبعد كده قال لك لا المشروع كله بالبريطاني، فعشان تقعد تمسك رقم وتقعد تحسبه ده كان حاجه هتاخد منك اسابيع وشهور، تمام؟ فكان في الكود معمول بالاوتوليزم لتحويل البوصه لسنتي، فاخدت نفس الكود دوت وغيرت بس الرقم اللي هو التحويل 2.5 دوت، كتبت الرقم التاني اللي انا عايزه وعدلت بعض الحاجات، بدل ما اكتب سنتي اكتب الوحده اللي انا عايزها، ففي ثواني الموضوع كله خلص. ففكره البرمجه ديت هتسهل عليك كتير قوي، ولما تبقى برمج هتقدر تتعلم برمج اسرع، لان انت فهمت ايه اللي بيحصل، مش هتبقى مستخدم عادي، لا هتبقى سوبر يوزر، لان انت اصلا مبرمج، فهتفهم هو ليه حاطط لنا دي حاطط لنا، تلاقي الوقت بيخلص، يعني تتعلم بسرعه اكتر. هتلاقي نفسك ان انت الوقت اللي انت بتاخده في الديزاين بيبقى اقل، اللي انت بتاخده في الرسم بيبقى اقل، لان انت خلاص بتعمل حاجه اللي انت عايزها، فده هيوفر لك وقت كتير جدا تقدر تعمل بيه حاجات تانيه، وهتوفر فلوس اللي انت بتدفعها عشان تشتري برامج غاليه جدا، وهيبقى في دقه اكتر في اللوح والرسومات، وتقدر تخصص البرنامج زي ما انت عايز. يعني لو في اي نقطه ضعف كده تقدر تتفاداها، في ممكن ميزه انت شفتها في برنامج تاني عجبك تروح حاططها. يعني على سبيل المثال مثلا في الريفت لما تيجي تحط العمود لازم تحطه مثلا من النص، طب اقدر انا عايز احطه من الطرف، لو انت عايز حاجه زي كده تقدر تبرمجها وتعملها، تمام؟ فانت كده بتعمل بذكاء مش بتعب، فهتسهل عليك الشغل كله، تمام؟ طيب لو جينا نتكلم على موضوع الكمبيوتر ده، يعني الاصل بتاعه واحد اسمه تشارلز باباج، وبسبب الكمبيوتر والتكنولوجيا وكده في دول كتير جدا نهضت وحصل فيها طفره بسبب انها اعتمدت التكنولوجيا وبدات هي تصدر التكنولوجيا. وكان زمان الاجهزه ضخمه جدا، يعني جهاز بيبقى 5 ادوار وحاجه فظيعه جدا وصعب التعامل معاه، وبتبرمج بلغه الاسمبلي والبيناري 0101. كان الاول اللغه 01 اللي هي البيناري، وبعد كده الاسمبلي، بس برضه الاسمبلي صعبه، وبعد كده
فين وفين لما بدأت اللغات تبقى سهلة. دلوقتي اللغات يعني أسهل ما يمكن، مش ما بتاخدش وقت في التعلم. زمان كان عشان تعمل مثلا هلو دي بتاخد 5 6 صفحات، دلوقتي لا خلاص بقى الموضوع سهل جدا يعني. فدي فرصة ان احنا نتعلم البرمجة والحاجات سهلة دلوقتي. طيب هنقول لو احنا قلنا احنا عايزين مثلا نبدأ شغل حقيقي، ازاي ابدأ ابرمج جوه الريفت؟ في حاجة اسمها الاي بي اي ابلكيشن بروجرام بروجرامنج انترفيس، دي لواجهة البرمجات التطبيقية. يعني انت بتكتب اوامر، دي حاجة بسيطة بينك وبين البرنامج، بتكتب بعض الاوامر لتطبيق، وزي مثلا الريفت، زي البرامافيرا، زي الاكسل، فتقدر تتخاطب معاه وتقدر تقول له مثلا اعمل لي كذا او انا عايز كذا، فيقدر يفهم الحاجات ديت وتقدر يبقى في تواصل بينكم انتوا الاثنين. تمام، يعني تقدر تقول له مثلا ترسم انت مثلا كذا روم وتقول له كل روم ارسم لي الحوائط اللي حواليها مثلا على سبيل المثال. تمام، فانت خلاص بقى في الاي بي اي ده بييسر لك لغه مشتركه بينك كبروجرام وبين البرنامج. تمام، كانك انت مثلا قابلت واحد سايح فهو بيتكلم لغه غير لغتك، فهو في حد وسيط بيترجم الكلام ده بحيث تقدر يسهل عليك الامور. كان الاول ما بيقفل الموضوع، دلوقتي بيقفل ان شفره الكود ما تبقاش اوبن سورس، بس في نفس الوقت لو انت عايز تبرمج حاجه تقدر تبرمج. طيب هنبدا نشوف مثلا لو انت عايز تبرمج جوه البيم، فلازم تحدد البرنامج اللي انت عايز تشتغل بيه، تحدد البرنامج اللي انت عايز تشتغل بيه، لان انت مش هتبرمج البيم، انت هتبرمج ممكن تبرمج بنظريات البيم، بس هتضطر انت تتعامل مع برنامج، فالبرنامج ده كل برنامج له لغات. يعني على سبيل المثال لو انت عايز تبرمج جوه الريفت، فعندك السي شارب، وعندك الفيجوال بيزك، وعندك البايثون، ولو انت ما تعرفش ولا حاجه فيهم خش في السي شارب، لان الامثله بتاعتها كتيره اكثر من الفيجوال بيزك واكثر من البايثون. لو انت عايز تبرمج جوه السكتش اب، عندك لغه اسمها روبي. تمام، ولغه الروبي دي من اللغات القويه، ببرمج بها حاجات على الانترنت كويسه جدا. طيب لو عايز تبرمج مثلا برنامج البلندر، ده برنامج منافس ل3 دي ماكس واوبن سورس وقوي جدا، او المايا، ممكن البلندر والمايا تقدر تعملهم برامج بالبايثون. البايثون دي لغه قويه وبيستخدمها كتير جدا في ناسا، وسهلة جدا، من اسهل اللغات، ودي مفتوحة المصدر. طيب لو انت عايز تبرمج حاجة للاركيكاد، فهم ليهم لغة مستقلة خالص اسمها جي دي ال سكريبت، اللي هي جيومتريك ديسكريبتيف لانجويج. طيب لو انت عايز تبرمج جوه تكلا، يبقى سي شارب. وهم ليهم في الموقع بتاعهم صفحة كده مخصصة للبرمجة، tekla.com/openAPI. ممكن تتعلم بقى ايه، في لغات اسمها فيجوال بروجرامنج لانجويج، زي مثلا الداينامو، زي جروس هوبر للراينو، في جنريتيف كومبوننتس ده للبنتلي. طيب بالنسبه للاوتوكاد، ممكن تبرمج بالاوتوليسب، ودي من اللغات القويه، لغه الذكاء الصناعي، او الفيجوال بيزك ابلكيشن، دي لغه مشتقه من الفيجوال بيزك. بس لو انت تختار بينهم، الفيجوال بيزك اسهل، الناس اللي عارفه الفيجوال بيزك، بس هي الاوتوكاد على طول بتدعم الاوتوليسب اكتر، لان دي اللغه بتاعتها. تمام، وهتلاقي على الموقع بتاعي كتاب لتعلم الاوتوليسب، هحطه ان شاء الله اسفل الفيديو لو ما حطوش حد يفكرني بقى. طيب في برضو حاجه اسمها يونيتي. يونيتي ده محرك العاب قوي وشهير، وجواه بيئه التطوير المتكامله اي دي اي. البرنامج بيشتغل على اكثر من نظام، يعني انت بتعمل حاجه مره واحده وتقدر تشغله على الايباد والاكس بوكس والاندرويد والايفون، هو سهل. والبرمجه اللي انت هتبرمجها، برمج بالسي شارب او جافا سكريبت، او في لغه خاصه باسمها بو، بي او او. طيب لو انت عايز تتعلم برمجه الواقع الافتراضي اوجمانتد رياليتي، هتتعلم سي شارب او سي بلس بلس، او ممكن تستخدم يونيتي او بروسيسنج، لان الواقع الافتراضي عنده قدره ان هو يخليك تعمل اي حاجه انت عايزها، اي حاجه تتخيلها، فالناس كتير مهتمه بيها، فلما بتربطه بالبيم بيبقى حاجه كويسه جدا.
وعلى فكرة لو فكرت في برمجة الموبايلات دي اكتر حاجة بتكسب، تقدر تحط اعلانات بسهولة. قليل اوي يعني اللي بيسطب برامج ديسكتوب، غير لو برنامج كبير ومشهور. انما الموبايل اي برنامج بيعجبك تروح مسطبه وشايله بعد شوية لو ما عجبكش. فالمستقبل لبرمجة الموبايلات لو حد مهتم بالارباح والفلوس زي حالتي كده، بس ما اكتبش حاجة عشان ما حدش ينقع على الفاضي. طيب لو احنا بنتكلم على لغات البرمجة، ايه اهم لغات البرمجه بحيث ان احنا نبدا نتعرف عليها؟ اهم حاجه بالنسبه لنا مثلا الفيجوال بيزك دوت نت، دي لغه سهله وبسيطه. صدرت الفيجوال بيزك سنه 1991، والناس كتيرة جمهور ليها، يعني كان بيتقال فيها شعر يقول لك الفيجوال بيزك هو الاساس، برمج بيه الاحساس لا سيمي كولون ولا اقواس، وتعلمه سهل لكل الناس. مش عارف مين اللي كاتبها، مش فاكر. طيب وهي فعلا من اللغات السهله جدا، وبدعم البرمجة الكائنية الاوبجكت اورينتد، بس مش بقوة زي سي شارب. فهي من اللغات اللي الناس بتحب تشتغل عليها، من اللغات الكويسة، وفي برمجة كتير جدا. طيب السي شارب ده يعتبر من اهم لغات البرمجة، ويعني مطلوب جدا في السوق، وهي لغة متعددة الأنماط، وغرضية التوجه Object Oriented، ويعني من اللغات اللي يعني أغلب الأكواد بتاعت الريفت مكتوبة بيها، والكتابة أسرع بيها. ويمكن هي بس من عيوبها إن هي متشتغلش غير على الويندوز. في بعض الحاجات الحلول زي بيئة مونو دي بتخليها تشتغل على بعض على لينكس، بس حتى الان مش موضوع مش رسمي. يعني ان شاء الله قريب تبقى تبرمج كله، يعني تبرمج حاجه تشتغل على كله. الجافا بتشتغل في كله، تبرمج حاجه تلاقيها بتشتغل على كل الانظمه، تمام. وتقدر تبرمج بيها برنامج كامل، او بتقدر تعمل تطبيق او ماكرو تقدر تشغله على الريفت. طيب لو دخلنا بقى في لغه الداينامو، وشرحناها كذا مره في بيم ارابيا، دي لغه مرئيه مفتوحه المصدر، ما بتضطرش تكتب اكواد كتير، لا انت بتسحب وتربط تلاقي اللغه ما شاء الله اتنفذت وعملت اللي انت عايزه. يعني ممكن يعني تعمل برنامج كامل من غير ما تكتب ولا كلمه، انت بتوصل حاجات ببعض، الفكره بس ان التفكير المنطقي في الحاجه. ولو عايز تكتب جواه برمجه تقدر تكتب لغه برمجه بالبايثون بالسي شارب، بلغات كتيره تقدر تكتب جواها. وميزتها انها اوبن سورس، فكل شويه بيبقى فيها تطوير، وتقدر تطلع على شفره الكود بتاعته وتقدر تحملها ببلاش. طيب لو رحنا لغه تانية، عندك لغه البايثون. لغه البايثون من اللغات عاليه المستوى اللي بتتنفذ عند السيرفر، بنستخدمها في تطوير المواقع الالكترونيه والهاتف المحمول. هي لغه سهله لحد كبير المبتدئين، وسهل تكتب يعني تعمل حاجه كتير قوي وانت مش كاتب غير اسطر قليله. وفي الانستجرام مصمم بيها، في برامج كتير مصممه بيها، وناس كتير بتستخدمها في جوجل وفي ياهو وفي وكاله ناسا، هم عملوها سنه 1990 وانتشرت بسرعه جدا، وناس كتير بتنصح بيها كاول لغه برمجه ممكن تتعلمها، لانها سهله وتصميم الواجهات بتاعتها سهل جدا ومجاني ومفتوح المصدر. طيب من اللغات التانية اللي ممكن نتكلم فيها جراس هوبر، ده بيشتغل مع الراينو، وهي لغة سهلة في فيجوال بروجرامينج لانجويج، بتبدأ تعمل ربط بين الحاجات بحيث زي الداينامو كده تنفذك الأوامر من غير ما تقعد تكتب شفرة كود كتير. طيب في لغة برمجة خاصة ببنتلي جنريتيف كومبوننتس، تقدر تبرمج بيها وتعمل بدائل كتيرة لشكل المبنى، وتقدر تعمل إدارة لعملية البناء بسهولة جدا من خلالها، وتقدر تعمل تكرار للمبنى. طيب لو احنا اتكلمنا عن لغة الأوتوليسب، ودي لغة موجودة في الأوتوكاد، هي لغة خاصة بالأوتوديسك زي، وتقدر تبرمج بيها الأوتوكاد، وبتسهل لك الشغل بدل ما تقعد تكرر حاجة ممكن تعملها مرة واحدة ويبدأ يكررها. وهي مشتقة من لغة الليسب اللي هي language programming، لغة الذكاء الصناعي.
هي اختصار للوتس اوف ستيوبد برامتر، في ناس بتقول عليها كده. هي من لغات اللي ما بتعملهاش كومبليت، لا هي بتشتغل على طول. من اللغات اللي الواحد يستمتع بيها وهو شغال بيها، لانها لغات سهله وتختصر وقت. طيب نخش على لغه تانية اسمها روبي. لغه برمجيه كانت ديناميكيه متعدده الاستخدام، بنستخدمها في تطوير المواقع الالكترونيه وتطبيقات الهاتف المحمول، ومصممه عشان تبقى سهله وتسهل علينا الشغل في كتابه التعليمات البرمجيه. ومن اللغات السهله اللي الواحد اتعلمها وهو ما اتعلمش لغات برمجه قبل كده خالص. في مواقع كتيرة بتستخدمها على الانترنت ويعني مشهورة، وتقدر تبرمج بيها جوه الريفت. يعني لو انت عايز تبرمج الريفت بالروبي تقدر. طيب في برنامج ماتلاب، ده طبعا برنامج مشهور بيستخدم في تحليل وتمثيل البيانات من خلال معالجتها تبع لقاعات البيانات الخاصة بيها. يقدر يعمل تفاضل وتكامل ومعادلات جبرية ومعادلات تفاضلية. دي بالنسبة للغة الماتلاب وناس كتيرة درسته. طيب الجافا سكريبت اللغة قابلة للتنفيذ عند الخادم، و بتقدر ناس كتيرة بتستخدمها في عدة متصفحات، وبتقدر تطور بيها رسومات متحركة وتفعلها شبكة الانترنت، وتقدر تطور بيها ألعاب، وتقدر تعمل بيها تطبيقات سطح مكتب لو انت عايز. طيب ندخل على لغة الماكس سكريبت، دي موجودة جوه 3D Max. تقدر تبرمج بيها حاجات لل 3D Max، وتديك قدرة ان انت تسيطر على عناصر البرامج، تسجيل حركاتك في البرنامج لو انت في حاجات بتعملها عايز تكررها كتير. تقدر تعمل سكريبت التحكم في الاضاءة في العناصر 3D وهكذا. الجي دي ال اللي هي جيومتريك ديسكريبتيف لانجويج، دي لغة برمجية عشان تشجع المهندسين المعماريين على استخدام هذه اللغة جوه الاركيكات. تقدر تصمم بيها اي حاجة انت عايزها، تسهل لك تقدر مثلا تعمل شكل معين انت عايزه جوه الاركيكات. في لغة اسمها بروسيسنج، دي لغة برمجة مفتوحة المصدر من اللغات البرمجية الكائنية، وبتعتبر بيئة تطوير متكاملة اللي خاصة بالناس اللي هي مهتمة بالتصميم المرئي وان انت تعلم برامج المبدأ البرمجة بصفة مرئية. احد اهداف هذه اللغة ان هي بتساعد الناس اللي هي غير مبرمجين على تعلم فكرة البرمجة، وتقدر تشوف النتائج من غير ما تقعد تكتب اكواد كتير. في اخر حاجة زامريان، دي بيئة عمل او تطبيق زي ما انت عايز. هو ده تبع مايكروسوفت وكان اول بفلوس، دلوقتي بقى مجاني، بينزل مع السي شارب او الفيجوال بيزك. مش محتاج ان انت تتعلم حاجة كتير جدا، وتقدر تبرمج جواه حاجة خاصة بالموبايلات. كأنك انت برمجت باللغة الاصلية اللي موجودة الشهيرة اللي انت عايز تبرمج بيها. طيب في لغة بيم كيو ال، دي لغة مفتوحة المصدر بالشغل على موقع bimserver.org عشان تشوف الملفات. تمام، في بعض المصادر لو حد عايز يتعلم برمجة حطها اسفل الفيديو لو حد حابب يتطور. واتمنى نسمع اخبار حلوة عن مبرمجين عرب مسلمين، ناس افاضل كده يعملوا برامج قوية ان شاء الله.